الجدل مستمر بين اللبنانيين اللي عائدين الأمال على موسم سياحي حينتشل لبنان من الأزمة، واللي بيشوفوا إنها توقعات مبالغ فيها، وهو اللي دفع مبادرة مناظرة لطرح سؤال: شو قولك، مليونين سائح بيرجعوا الازدهار للبنان؟ هيدا الموضوع اللي حيتناظر فيه كل من زينب عثمان وفراس الحج محمد. شو قولك؟ الجمعة 9:30 المساء ببث مباشر موحد على عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعات.